كبير لما يبقى القائد العام ورئيس الاركان وقاده القوات المسلحه في الكنيسه بيهنوا بالاعياد، هم بيهنوا نفسيهم، لان احنا ما فيش حاجه اسمها مسلم مسيح، انما هو بس دي رساله للخارج اللي عمالين بس بيتنططوا. وانا عايز اقول ان جزء من الكلام تقدير على الامتنان بحقيقه الامر بالدور اللي قامت بيه الكنيسه المصريه. ما حدش ينسى ابدا للبابا توادرس لما قال النهارده ما بيحرقوا الكنائس، لو ما فيش كنائس هنصلي في المساجد. شوف قد ايه، عشان ما هو ده اللي بيبين، عشان يفوت الفرصه، وهو ده اللي فوت الفرصه على كل من يحاول النهارده ان يستغل فكره ان يبقى في فتنه، وكان هم مراهنين ان الفتنه دي هتتعمل وهتولع والدنيا هتتعمل. هم ما كانوش فاهمين ان مصر المصريين وطنيين وطنيين ومش خونه ومش هيخونوا عشان خاطر، والوطن هنا الوطنيين مسيحي او مسلم، الوطن اهم من الدين وقبل الدين. يعني هي دي كانت المسألة تبقى واضحة، الوطن قبل الدين وأهم الدين، وده بان لما حاولوا إن هم يعملوا، عشان كده ما عرفوش يعملوا ده. النهاردة الخناقة اللي بيعملوها دلوقتي بقت شيعي وسني، بقت دوروا على حتة تانية شيعي وسني، ما عرفوش يعملوا الفتنة الطائفية، ما عرفوش يعملوا الفتنة الطائفية ليه؟ لأن فعلا مصر نسيج واحد صعب جدا إنك أنت تفصل فيه. نسيج ما يعني دايما في الأنسجة يمكن تصل بالمشرط انك انت تطلع حاجة عن حاجة، انما في حتت في جسد الانسان مستحيل تعرف انك انت تطلع الأنسجة دي تفصلها وتعمل حاجة، دي حاجة ملحومة. يعني في تلاحم هائل جدا في جسد هذا الجسد المصري يصعب ويستحيل على اي حد انه يعبس فيه، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى، فضل ربنا وبالمواقف العظيمه والرائعه والجميله لاهالينا واخواتنا اللي هم فوتوا كل الفرص اللي كانت بتحاولوا عشان خاطر يهدوا في مصر، ما عملهاش. وعشان كده اقل حاجه ان احنا لما بنتكلم نبقى احنا ممتنين، واحنا ما هو حدش بيمثل، لان هي دي الحقيقه، هي الحقيقه ديت، ما حدش بيعمل حاجه، هي دي الحقيقه، ان هذا الوطن فعلا هو تلاحم، الوطن ده وطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. يا عم انت كل واحد فيه هو حر في يختار الدين اللي هو عايزه، هو كل واحد هو حر، ربنا اللي هيحاسب الجميع، انما الوطن ده بتاعنا كلنا وعلينا ان نحافظ عليه كلنا. وعشان كده بيبنت هذه اللحمه بتبان في مناسبه زي ديت. شفنا الكلمه بتاعت الرئيس، شفنا مجلس الوزراء وهم رايحين كلهم الى الكنيسه، شفنا القائد العام للقوات المسلحه ورئيس الاركان وقاده الافرع وكبار القاده في الكنيسه، كل ده لان ده بس تاكيد ورساله للخارج، مش حاول للداخل، رساله بس لبره اسكتوا، يعني ما تلعبوش في السكه دي، ومش هتقدروا تلعبوا في السكه دي، ومش هتقدروا تلعبوا في الحته بتاعت مصر، ولا هتقدروا على مصر لا لشيء، لان مصر سبحان يعني سبحانك يا رب، سبحانك انت اللي اخترت مصر، انت اخترت هذه الارض لتكون هي اللي تطل عليها بصوتك العظيم وتتجلى عليها بنورك العظيم، انت اللي اخترت الارض ديت لاغلب الانبياء اللي نزلوا ان يمشوا فيها، انت اللي اخترت الارض ديت لتكون فيها الرحله المقدسه، انقاذ للسيد المسيح وطفل لما طلع من اورشليم القدس، ولما وطلع وليه عشان هنا الامان. ربنا سبحانه وتعالى اوحى يعني اعتقد سيدنا جبريل نزل اعتقد للسيده مريم وقال لها روح هناك الامان فين؟ في مصر. ما قالش بقى تروح الامان في الولايات المتحده ولا في انجلترا، لا في مصر هي الامان والرحله المقدسه. فدي كلها شواهد على ان هذا البلد بلد ربنا اصطفى، اداله ما لم يعطيه لاي بقعه ارض في العالم اللي ربنا اداه لمصر الحقيقه، ودي نعمه عظيمه جدا جدا جدا، نعمه الامان. فالحمد لله رب العالمين. يعني ولو الناس تفهم بقى، ولو اللي بيخططوا يعملوا عشان يعني يريحوا دماغتهم ويوفروا فلوسهم، وحرام الدم اللي بيسيل ده كده، وكل واحد يعني ايه، مش هتوصلوا لحاجه، صدقوني مش هتوصلوا لحاجه. كل سنه ومصر طيبه، ناس بتعيد الميلاد واهالينا واخواتنا المسيحيين، يا رب يعني يعيد عليهم وعلينا وعلى الدنيا كلها اعيادنا دي، ويعيد علينا كل يوم وكل لحظه في خير وعلى خير دايما يا رب. النهارده المحافظ الاسماعيليه اللواء ياسين طاهر عمل تكريم للطالب ابراهيم عبد العزيز ابراهيم، طالب في السنه الثانيه في كليه الدعوه الاسلاميه في جامعه الازهر، وهو من قريه المحسمه، فاز في المركز الاول في المسابقه الدوليه اللي نظمتها جامعه محمد السادس في المغرب في حفظ القران.
طلع الاول، والمحافظه النهارده استقبله المسابقات دي كلها. احنا هنحاول نجيب ابراهيم على التليفون. عايز اقول بس في المسابقات دي كلها ما شاء الله على الطلبه بتاعتنا، وهو هنا سأل الملك محمد النهارده، جلاله الملك وهو في التكريم النهارده هنا. في صوت عليا صوت القران الكريم فرع التجويد مع حفظ خمسه احزاب. مولاي امير المؤمنين، يتقدم بين يديكم الكريمتين السيد العزيز عبد الرحمن خليل ابراهيم من جمهوريه مصر العربيه، وهو الفائز بجائزه محمد السادس الدوليه في حفظ القران الكريم فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير. والسيد معاد الدويك من مدينة الدار البيضاء، الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ خمسة أحزاب. هنا دي المسابقة. إبراهيم عبد العزيز ده أنتم بحاولوا شوفوه على التليفون يا جماعة. طلع الأول إبراهيم في الـ في الـ في, الـ في حفظ القرآن وفي التلاوة، طلع المركز الأول. عايز اقول احنا دلوقتي بقت عندنا مسابقات، في المسابقه من المسابقات المهمه جدا اللي بتعملها دوله المغرب، وفي مسابقه بتتعمل في ماليزيا، وفي مسابقات بتتعمل، يعني احنا بلد الازهر، الا يجب ان يكون عندنا مسابقه تبقى احنا مسابقه على هذا المستوى؟ يعني مش كده؟ وبعدين احنا ممكن نعمل مسابقه بحيث انها تبقى فيها كل العناصر، وتبقى اشمل واكبر واضافه. مش عارف احنا يعني بعيدين عن ده. وانا عايز اقول في الاول وفي الاخر، يعني بالذات لما بيبقى في حفظ القران من سن مبكره، القران صعب، يعني كتاب يعني لغويا صعب، مش سهل. وحفظ القران ال 30 جزء دول، انا في رايي ان العقليه اللي تستوعب هذا الحفظ والكلام ده، يعني مساله احنا ممكن ننميها ونطورها ونستفيد هذا الموضوع في اتجاه اخر. مش معنى ان حفظ قران انه خلاص هو هيبقى بيقرا قران ويطلع يقرا في المياتم، او بيروح بقى في التراب بقى لحد ما مات يروح، لا مش كده. انما ده في حفظ القران والكلام ده كله في افاق اخرى كبيره وعظيمه جدا يمكن الاستفاده منها. والعقلية يعني، وانا في رايي الطفل الصغير اللي في 9 سنين و10 سنين يقدر يحفظ ده، هذه العقلية الجبارة اللي قدرت تستوعب، اللي أكتر من الكمبيوتر استوعب القرآن ده وتحفظه، قال ده أنا يمكن أشوفها في حاجة تانية نجربها. إحنا بنتعامل مع المسألة على إنها خلاص أنت حفظت القرآن يبقى أنت هتمشي في السكة دي خلاص، ما فيش بديل عنها. يعني أنا مش فاهم الحقيقة. إحنا محتاجين إن إحنا نعمل مسابقة على البلد اللي فيها الأزهر الشريف، محتاج إن هي تعمل مسابقة على مستوى عالي. وبعدين نمرة اتنين ان احنا المسألة برضو تبقى فيها متابعة، لاننا العقليات اللي بتتقدم لينا والعقليات الصغيرة اللي تقدر يبقى عندها هذه الكم انها تحتفظ في الذاكرة بتاعتها في عقلها بهذا الكم الكبير تحفظه، يمكن اخوان اهالي يعني علمائنا يشوفوا دول في حاجة تانية. انا بيتهيألي هيبقى فيه استفادات اخرى. ثم ان حفظ القرآن ومن يحمل القرآن ده حدوتة كبيرة جدا، مش هنختزلها بس ان هيبقى مجرد ان هو بيخطب ولا بيعمل في حاجات كتيره جدا. طيب انا معايا على التليفون يعني نجمنا او بطلنا اللي فاز بالجائزه بتاع المركز الاول بتاع حفظ القران وتفسيره في المغرب، الاستاذ ابراهيم عبد العزيز ابراهيم اللي هو في ثانيه كليه الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر. مساء الخير يا ابراهيم. النور عليك وعلينا يا استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا حضرتك. مبروك يا ابراهيم ليك ولينا يعني الجائزه دي، بس عايزك الله يبارك فيك. طيب احكي لي الجائزه دي الله يخليك، عباره عن ايه؟ يعني انت رحت كنت بتعمل ايه، وعباره عن ايه، والمتسابقين كان في ايه، وايه الفروع الثانيه يا ابراهيم؟ بدايه انا دخلت المسابقه ديت في محافظه الاسماعيليه، وكنا 4 متسابقين، وفضلوا معانا في الامتحان حوالي ساعة وثلث إلى أن وصلوا في النتيجة، اختاروا 2 مننا بالقرعة، وامتحان في وزارة الأوقاف في القاهرة على يد الشيخ حلم الجمل، والحمد لله تم تصعيدي إلى مسابقة المغرب الدولية في 14 ديسمبر الماضي. وكان معايا في المستوى اللي أنا كنت فيه حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير هو الفرع الأول، كنا حوالي 51 دولة مشاركة فيه. وكذلك كان في المستوى الثاني اللي هو فرع القرآن الكريم مع التجويد والمقامات،
وكان في متسابق معايا الشيخ اسلام نوح من ميت غمر، وكان المحكم في المسابقه عميد كليتي كليه الدعوه الاسلاميه الدكتور جمال فاروق. ودخلت المسابقه في 14 ديسمبر. كانت المنافسه شديده طبعا، كان مطلوب منا تفسير جزئين من القران الكريم، والحمد لله تفوقت المسابقه على من كان معي، وفضل الله حصلت على المركز الاول وسلمت على جلاله الملك محمد السادس ملك دوله المغرب. ولما جيت مصر عملوا لي تكريم من الكليه، وكذلك رئيس الجامعه كرمني، واليوم كنت مع محافظ الاسماعيليه اللواء ياسين طاهر كان عامل لي تكريم، وقريبا ان شاء الله في تكريم من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب قول لي يا ابراهيم، الـ 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 الفرع اللي هو الحفظ، انت يعني امتحنت في الحفظ وفي التلاوه مش كده؟ الحفظ مع التلاوه والتفسير. مع التلاوه والتفسير ثلاثه مع بعض. وبيبقى الاختيار، لا هو حفظ القران الكريم وترتيله والتفسير، يعني هو كان اثنين يعني حتى يعني انت كنت فيه ترتيل وتفسير، ترتيل وتفسير. طب في ترتيل القران انت الاختيار الايات او الحاجات دي بتبقى كلها يعني انت ما بتختارش، هي بتبقى ورقه بتختارها او ما بختارش حاجه انا، هم اللي بيختاروا. لا هو كان نظام المسابقه كان هم عدوا اظرف كده، وكل ظرف فيه رقم، والرقم له اسئله محدده، يعني كانوا يسالوا اسئله في القران واسئله في التفسير. وصديقي اللي كان معايا الشيخ اسلام نوح حصل على المركز الثالث على العالم في المسابقه في تجويد المقامات. في ايه؟ التجويد فرع التجويد والمقامات. في التجويد والمقامات. طيب انت السؤال اللي جالك انت في السؤال في القران كان ايه في الحفظ كان ايه؟ لا هي يعني غالبا بتكون اسئله مباشره، سالوني في قول الله عز وجل يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. القراءه كانت بتكون حوالي 15 ايه، يعني مقدار صفحه او صفحه ونص. وكان وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. بس بصراحه مش هتذكر باقي الاسئله يعني. هي دي كانت في الاطار ده. احنا ما عندنا، احنا التصفيات بتبتدي في القاهره بتاعت المسابقه ديت زي مسابقه ماليزيا، وزي بتبتدي هنا بتصفيات وتروح هناك للنهائيات. تمام. مش كده ولا بالظبط كده؟ انما احنا بيتم ابلاغ المديريات في الاول، والمديريات بتصعد كل من حصل على درجه نهائيه، وبعد كده بيصفوا في القاهره، وحسب كل دولة ما بتبعت مثلا بيقولوا احنا عايزين مثلا اثنين او ثلاثة او واحد، ويصفوا واللي يحصل على اعلى درجة واحسن مستوى بيسافر. انما احنا ما بنعملش مسابقة هنا. لا في مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم، وانا اخويا مشارك فيها السنة ان شاء الله، وهو ترشح للتصفيات النهائية في المسابقة. ربنا يكرم ان شاء الله. يعني في مسابقه بتتعمل على بنفس المستوى بتاع ماليزيا وبتاع المغرب وكده والحاجات دي؟ بالظبط، بتتعمل في مصر، وفي ناس بتيجي من بره مصر وتشارك فيها. طيب يبقى يعني مسابقات دوليه كل دوله. طب ودي اللي عاملها الازهر ولا الاوقاف اللي عاملاها؟ لا الاوقاف. الاوقاف. والله احنا كنا بنتطلع ان الازهر الشريف ان هو يعمل مسابقه على مستوى الازهر الشريف، ده الازهر بقى يعني يعمل مسابقه على لا في مسابقات الازهر بيعملها على مستوى طلاب المعاهد الازهريه على مستوى الجمهوريه، وانا دخلت المسابقه دي قبل كده لمده 6 سنوات متتاليات، وكنت اخذ المركز الاول من الصف الاول الابتدائي للصف الثالث الابتدائي، كنت اخذ المركز الاول على 6 سنوات متتاليات، وبعد كده ما شاركتش فيها. دي المسابقه الداخليه، انما ما فيش مسابقه دوليه الازهر بيعملها. لا دولية لا لسه يعني. اتطلع من الازهر يا نتمنى ذلك طبعا يعني. مره تانية عايز اقول لك يا ابراهيم الف مبروك، مبروك عليك ومبروك علينا ومبروك على مصر المسابقه ديت. طيب ابراهيم انت في سنه تانية، انت في سنه تانية مش كده؟ تانية كليه الدعوه الاسلاميه. طيب انت لما تخلص انت في الطريق بتاعك انك انت هتبقى من الدعاء يعني من هتبقى في كليه الدعوه بتاهلكم انكم كنتوا النهارده يعني في للمساجد والدعوه والحاجات دي، ولا للخطب والحاجات دي، ولا بتبقى في حاجه ثالثه ممكن حاجه ثانيه ممكن تعملوها؟ لا هو يعني الكليات الازهريه عموما فيها فرص كثيره جدا، يعني ان الواحد يتخرج ان هو يكون داعيه، يعني مش شرط ان انا اكون امام وخطيب فقط في مسجد، لا يعني دلوقتي الازهر عامل مركز الازهر للغات والترجمه،
وكليه الدعوه عملت العشر الاوائل اللي للفرقه اللي انا فيها، عملت العشر الاوائل منحه ان هم يدرسوا في المركز دوت. الحمد لله بدرس دلوقتي لغه فرنسيه، بحيث ان احنا بعد ما نخلص الكليه بنسافر لاي دوله بتتكلم باللغه الفرنسيه، ان احنا ندعي الى الله عز وجل في هذه البلاد ودخول الاسلام يعني. ف الازهر له يعني دور جامد في الدعوه الى الله عز وجل، مش قاصر فقط ان انا اكون امام وخطيب، او من اول ما اتخرج من الكليه اكون مثلا دكتور فيها اذا مثلا حصلت مركز او كده على الاوائل على الدفعه، او ان انا اكون امام وخطيب في مسجد معين، لا، في مجالات اكبر من كده واوسع من كده. تمام، يعني دايما بالتوفيق يا ابراهيم ومبروك. وهل انت من حقك انك تشترك في المسابقه دي تاني، ولا اللي بياخدها ما بيشتركش تاني بتاعت المغرب؟ لا هو بيشارك، لكن القانون ان هو يكون بعد 5 سنين، يعني كل 5 سنين اشترك في المسابقه، بس المسابقه دي بالذات بعد 3 سنين ان انا اشترك فيها تاني يعني. يلا ده في كل الاحوال بالتوفيق دايما يا ابراهيم، ومبروك عليك وعلينا. شكرا. كان ابراهيم عبد العزيز ابراهيم اللي هو في الثانيه كليه الدعوه الاسلاميه في جامعه الازهر، واللي فاز بالمركز الاول في بطوله في مسابقه المغرب الدوليه اللي على جائزه الملك محمد السادس. وطبعا مسابقه زي دي تطلع الاول على كل المشاركين من العالم، حدث تفرح يعني. الخبر المهم وكويس اللي انا سمعته ان النهارده دلوقتي خلاص بقى النهارده بيبتدي عاملين معهد للغات، من يبتدي ياخد الطلبه بتوع الدعوه او في كليات الازهر المختلفه، بحيث من سنه اولى او من سنه تانية يبتدي يخش يتخصص في لغه، علشان خاطر يقدر لما يروح حتى يبقى في اي بلد في افريقيا، بلاد افريقيا تتكلم زي ابراهيم دخل اللغه الفرنسيه، هيقدر يبقى عارف بس يقدر يتكلم ويتناقش على الاقل في الهجمه الشرسه على الاسلام. لو في النهارده حد بيبقى دارس واحد من علماء الدين دراسه وفاهم ووعي وعنده لغه، هيبقى اكثر نضجا واكثر توضيحا. والحقيقه يحاولوا ان هم يشرحوا، لان احنا اللي بيحصل ده اللي بيعملوه الجامعات المتطرفه، وده حاجه يعني اكبر هجمه مضاده على الاسلام للاسف بيقوم بيها ناس بتحمل رايه الاسلام وبيتكلموا على ان هم ورافعين رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهم بيعملوا ضد الاسلام وضد كل شيء يعني. ربنا يهدي.